الدرجة الأولى بعد أسبوع من دون منافسة، ولكن لحد الآن عادية الأمور. هايلة 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 يا سوداني، أو لا لا حطها لك بالمليمتر. الأزهر عاد عيشة ينطلق بالكرة على الجهة اليسرى، الأزهر حاج عيسى مع مترف في وسط الهال وانطلق يلحقها مترف، أم لا نعم يلحقها مترف، انطلق في محاولة للتوزيع هذه الكرة. هايلة ردف نعم لا وادخلت أكثر، يعني كان مستواه أفضل بكثير. طويلة الكرة هذه، واو لولو تلعب بهذه الكيفية. لزهر حاج عيسى من عند محمد مسعود، حسوا بأن مسعود طلب منه أن يتقدم نوعا ما لمساعدة لزهر حاج عيسى، يبعد هيدا من لزهر حاج عيسى يكتر، تبقى عنده الكرة يطلبها مسعود، والتسديدة لم تكن فيها القوة اللازمة. خب منتخب جنوب إفريقيا، يا زي ماموش يا زي ماموش. العودة على اللاعبين الجزائريين كم هي بطيئة. لزهر حاج عيسى يلعبها بامتياز من هناك على الجهة اليمنى لربيع مفتاح، كرة مرفوعة، الهدف نعم لا. حسين مترف ضيع التأهل المسبق قبل الأوان. مفتاح في القائمة الثانية، حسين يا مترف. تشيغو يرسلها الطويلة والتغطية من يخلف ثم محمد مسعود، يا مسعود الهدف لا الهدف لا ضاعت. يا لا من كرة محمد لامين زماموش. اللاعبين الجزائريين قادرين على ذلك، كرة طويلة. التغطية الدفاعية من العيفاوي، كرة أخرى، كرة أخرى صعبة لمنتخب جنوب إفريقيا. لعب خطة التسلل بهذه الكيفية، قاسمي في الوسط الآن يلعب بامتياز مع لزهر حاج عيسى، انطلق قاسمي، لزهر حاج عيسى وقاسمي توصلوا، قاسمي توغل من هناك على الجهة اليمنى، قاسمي فهموا هدف حسين مترف يضيف الهدف الثاني من زمان، يعني في الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني. فهم ثانية هو الذي يوزع على طبق لمترف، أربع لاعبين جزائريين أمام الكرة، الخامس كان هو اللي مررها لزهر حاج عيسى ناحية قاسمي بدوره لفهم يوزع ناحية الثنائي سوداني، وحسين مترف يسجل هدف. فعلا أنت رائع يا حسين.